من المواضيع اللي بيجي لي فيها اسئله كتير وبيكون فيها بعض اللبس هي الفرق بين الانتري بوينت في الدوكر او الدوكر فايل تحديدا والسي ام دي، ايه الفرق بينهم وامتى نستخدم كل واحده؟ فتعالوا كده نبص على المثال البسيط دوت في البرزنتيشن. لو رحنا عملنا دوكر فايل في الكوماند ده بس ما فيهوش اي حاجه تانية، او في السطر ده بس السي ام دي ايكو هالو وورلد، والانتري بوينت برضو ايكو هالو وورلد. النتيجه بعد ما نكريت ايمج ونرن الكونتينر اللي هيكون مبني على الكلام دوت ان هو هيطلع رساله هالو وورلد من هنا وهالو وورلد من هنا، وانت مش هتحس باي فرق. طيب امال ايه الفرق بقى؟ الفرق ان السي ام دي لو رحت عملت لها اوفررايد او لو عندك اكتر من سي ام دي هي دايما هتنفذ لك في الكونتينر اخر واحد عندك، على عكس الانتري بوينت. الانتري بوينت ممكن تاكسكيوت كوماند زي اللي احنا شايفينه هنا هلو وورلد، تطلع لك الرساله ديت وتابند عليها او تعمل اوفررايد ويطلع لك مسجز ثانيه باستخدام نفس الكوماند. طبعا باختلاف بقى انت بتنفذ ايه بالظبط، يعني ممكن تنستول باي ديفولت في الدوكر فايل باكج معينه وترجع بعد كده اوفررايد تنستول باكج ثانيه او تنستول باكج زياده. عشان نفهم اكتر تعالوا كده ايه نبص على الكام مثال دول عشان الدنيا تبقى واضحه. طيب انا عندي دوكر فايل فاضي خالص، هبتدي اكتب فيه شويه انستراكشنز عشان نكرييت ايمج، هكون بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه غير ان انا هقول له فروم وبونتو وهقول له هات الليتست، وراح اقول له سي ام دي وهقول له ايكو زي ما كنا شايفين في المثال، والارجيومنتس اللي هتبقى معاها هقول له مثلا كودوجرافيا هلو وورلد، وهسيف على كده. وزي ما احنا شفنا قبل كده نروح نبيلد الايمج البسيطه خالص ديت، فهقول له دوكر بيلد داش تي هسميها ماي هلو وورلد ودوت عشان السورس يجيبه من الديستنيشن هنا، فبيجيبه من اللوكيشن دوت. تمام، راح عمل بيلد، مش هروح بقى خلاص احنا عارفين الايمج بقت موجوده، هروح اعمل لها رن على طول، فهقول له دوكر رن داش اي تي وهقول له ايه ماي هلو وورلد، فهيروح زي ما احنا متوقعين ايه يعمل لي ديسبلاي للكودوجرافيا هلو وورلد الرساله اللي انا ايه كاتبها جوه الايمج ديت. تمام، انا اقدر اروح اوفررايد المسج ديت من الكوماند هنا، تعال بس نعمل كلير كده بكل بساطه، راح اقول له برده دوكر ران انا بران كونتينر تاني داش اي تي من برده ماي هلو وورلد، وراح اقول له ايكو وهدي له بقى هنا المسج هقول له جود افترنون مثلا. فانا مفروض بريبليس المسج دي بالمسج دي، فاقول له اوكي كده. تمام، راح فعلا ران الكونتينر وطلع لي المسج وحط الجود افترنون مكان المسج اللي طلعت هنا، فدي ما طلعتش يا جماعه غير لما رنناها اول مره، يعني لو رنناها كده من غير الايكو ان احنا الاوفر رايد بيطلع لنا كودوجرافيا هلو وورلد، ده كونتينر ثالث. لو زودنا اي حاجه هيروح ايه زي ما احنا شايفين يغيرها لي ويريبليس الكلام ده هنا. جميل، فمعنى ذلك ان الكود اللي هنا ده ما اتنفذ وتعمل له ريبليس بالكوماند والكود اللي موجود هنا. تمام، طبعا احنا هنا نفس الاوبريشن، احنا بنعمل ايكو بس من ديسبلاي مسج، مش بنعمل حاجه مختلفه يعني. هنعمل كلير كده، تعالوا بقى اوريكم حاجه ايه تبين لكم الدنيا برضو ايه اكتر. فهقول له دوكر كونتينر الاس داش اي، دي كل الكونتينرز اللي عندي حاليا. طيب اللي انا هقوله لكم ممكن يبقى مش باين قوي هنا، فممكن رنهم الباور شيل يبقى افضل. دول الاربع كونتينرز اللي احنا كريتناهم واحنا بنجرب دلوقتي. مره كان الكوماند، احنا هنبص على الخانه دي بقى، كان الكوماند اللي ترن اسمه ايكو جود افترنون، ومره كان ايكو كودوجرافيا لحد الاخر بقى اللي هو هلو وورلد، ومره كانت جود افترنون ومره كانت الهلو وورلد. وادي ايه الوقت اللي كريت فيه كل كونتينر من الكونتينرز ديت واني كوماند اللي ترن فيه. فمعنى ذلك ان احنا لما بنريبليس كوماند او اوفررايد هو ما بيرنش القديم اللي موجود في السيم دي، بيروح يرن واحد جديد تماما، على عكس الانتري بوينت، وهي دي النقطه المفصليه بينهم هما الاثنين. تعالوا برضو نبص على الانتري بوينت. طيب انا هكلير بقى الكلام ده كده وهبتدي اغير بقى من السيم دي عشان نجرب الانتري بوينت. سو ايه زودها كده ايه من عنده، لا مش عايزينها، احنا عايزينها كده. تمام، فكل اللي انا عملته بس ان انا بدل سيم دي خليتها ايه انتري بوينت، وهسيف وهعمل بيلد من اول وجديد. فاروح اقول له دوكر بيلد اتش تي اقول له ماي هلو وورلد 2 عشان بس يبقى فيه اختلاف في الاسم دوت. تمام، عمل بيلد للايمج كلير، هروح ارن كونتينر بقى من الايمج ديت اقول له دوكر رن داش اي تي ماي هلو وورلد 2 الايمج اللي احنا لسه عامل لها كرييت او بيلد من الفايل البسيط اللي عندنا دوت، اقول له اوكي وراح مطلع لي المسج كودوجرافيا هلو وورلد زي ما احنا متوقعين. تعالوا بقى نجرب ان احنا نعمل زي ما عملنا في السي ام دي ونوفر رايد، نبعت له كوماند تاني من هنا على الكوماند اللي عنده ونشوف هيعمل ايه. فهنرجع كده للكوماند ده وهبتدي اقول له ايكو وهقول له مثلا ايه
جود افترنون بس كده. فاكرين في السيم دي كان بيعمل ايه؟ كان بيريبليس وما بيطلعش المسج دي اصلا. تعالوا بقى ندوس انتر كده. راح هنا عمل ايه بقى؟ زي ما انتم شايفين راح طلع لي المسج اللي اوريدي موجوده بتاعه الانتري بوينت اللي جوه الدوكر فايل اللي حاليا موجوده في الايمج او الكونتينر، وراح مطلع لي الكوماند اللي انا اديته له زياده. فمعنى ذلك ان هو راح عمل اكسكيوت للكوماند اللي عنده وعمل اكسكيوت للكوماند الثاني اللي انا اديته له، ايا كان هو يبقى شكله عامل ايه. ده بشكل اساسي الفرق اللي بين السي ام دي والانتري بوينت. تعالوا برضو نشوف مثال ثالث ان احنا ممكن نمكس بين الاثنين برضو. ده اللي بيحصل غالبا في اغلب الامثله في الحقيقه يعني. هنعمل كلير كده واطلع فوق هنا كده ماشي، هسيب المسج دي زي ما هي، اطلع له بس كده ايه رساله ان هي دي جايه من الانتري بوينت. دي ملهاش اي معنى يا جماعه، دي بس تطلع بين الدبل كوتيشن يعني. والسي ام دي هنا هروح اقول له ايكو برضو، بروح اقول له هلو وورلد جايه من السي ام دي. ممكن نشيل بقى الكريبتوغرافيا من هنا عشان يبقوا زي بعض وهنسيب. يبقى المفروض الانتري بوينت اول حاجه هتترن، هيروح يطلع لي هلو وورلد انتري بوينت، وبعد كده هيرن هلو وورلد اللي جايه من السي ام دي. اول حاجه نروح نعملها لبيلد الايمج ديت، هقول له دوكر بيلد اتش تي ماي هلو وورلد 3. تمام اتعمل بيلد، هروح بقى اقول له دوكر ران داش اي تي هلو وورلد 3. نسينا الماي بس معلش، ماي هلو سبيس في سبيس بس نسيناها. تمام كده شايفين راح عمل ايه بقى؟ راح قال لي هلو وورلد دي بتاعه الانتري بوينت، وايكو هلو وورلد وقال لي ان دي بتاعه السي ام دي. الايكو دي طالعه من ان هو معتقد ان دي برضو بارامتر، لان انا اوريدي المفروض فتحت له الباش وببتدي بكتب له كوماند، فهو بالنسبه له انت كتبت له ايكو عادي يعني. انا اقدر اروح اشيل دي اصلا من المعادله عندي خالص واعمل سيف كده. تعالوا نكلير كده سريعا ونعمل معلش ايمج ثانيه برضو مفيش مشكله. نقول له دوكر بيلد اتش تي ماي هلو وورلد 4. تمام كلير برضو، نروح نقول له دوكر run dash it my hello world اخر حاجه عندنا اللي هي 4. راح مطلع لي hello world اللي جايه من الانتري بوينت، وبعديها على طول طلع لي hello world اللي جايه من السي ام دي هنا. تمام، واقدر برضو اروح اوفر رايد، بس هيروح اوفر رايد ايه بقى؟ هيوفر رايد الجزئيه الخاصه بالسي ام دي بس. يعني تعالوا نجرب برضو حاجه تانية. ارجع للكوماند اللي فات ده وكل هقوله له ايكو. ممكن ما تكتبش الايكو كمان لو مش عايز، ممكن كده بين دبل كوت نقول له best regards مثلا، اي حاجه عايز تكتبها يعني. تمام اقول له اوكي. راح زي ما احنا قلنا طلع الهالو وورلد بتاعه الانتري بوينت وعمل ريبليس للسي ام دي، الهالو وورلد بتاعه السي ام دي، وكتب لي مكانها بيست ريجاردز. فمعنى ذلك ان دي اتنفذت كده كده، ودي ما اتعملهاش تنفيذ بالكوماند اللي كان موجود في الدوكر فايل، اتعمل لها تنفيذ بناء على البارامتر الاول او الارجيومنتس اللي انا بعتها له. يعني ملخص عشان ما نطولش اكتر، ان انت هتستخدم الانتري بوينت لما يكون في كوماند لازم لازم عايز ترنه جوه الدوكر فايل او الكونتينر بتاعك، فكده كده بتروح حاطط له الانتري بوينت عشان ينفذها. السي ام دي بقى بتبقى افضل لو في بعض الانستراكشنز محتاجه ان انت تبعت لها ارجيومنتس، ممكن يبقى فيها ديفولتس، ممكن اليوزر يعدلها، فبتبتدي تستخدم حاجه زي السي ام دي. انا عارف الموضوع ملخبط شويه، حاولت اوضحه لكم بامثله بسيطه، فاتمنى تكون فكره وصلت، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.